وصلنا يا ليا لفقرتنا الطبية لليوم. رح نتطرق لأهم عضو بجسم الإنسان، هي الكلية. وظيفتها تنقية الدم وتفريغ الفضلات الناتجة عن الأيض على شكل بول. أما عندما تفشل الكلية بأداء وظائفها أو يحدث قصور في وظائف الكلى، هالشي بيأثر على معظم أجزاء الجسم، لأهمية الوظائف اللي بتأديها الكلية. للحديث أكثر عن القصور الكلوي وعن آلية زراعة الكلى أيضا بسوريا، بيسرنا نرحب بالدكتور شاكر دهان، أخصائي في الأمراض الداخلية والكلى. صباح الخير صباح دكتور. الخير، سعد سعد صباحكم، يا صباحك. هلا. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم ونسمع عنه كتير. خلينا بالبداية نعطي لمحة سريعة عن الكلى ووظائفها. الشيء اللي ما بيعرفوه الناس عن الكلية هو إنه هي غدة صماء، بتنتج الإتروبيوتين اللي بتدخل بتكوين الخضاب وتحول الفيتامين د لشكله الفعال اللي بيساهم بتثبيت الكالسيوم بالجسم، بالإضافة إلى دورها بتنظيم شوارد الجسم وأهمها الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم. طبعا بيجي الدور المعروف اللي هو طرح السموم والفضلات وطرح الفائض من السوائل، هي أهم وظائف الكلى بشكل عام. نعم دكتور، خلينا شوي هيك نحكي عن القصور الكلوي، ويمكن هو له نوعين. نحن تطرقنا بالحلقات الماضية عن القصور الكلوي الحاد، واليوم خلينا شوي نحكي أكثر عن القصور الكلوي المزمن. القصور الكلوي المزمن هو عبارة عن أذية بالكلية غير قابلة للتراجع. تمييزه عن الحاد انه الحاد بمعظم حالاته بترجع الكليه لوظيفتها الطبيعيه، بس بالقصور المزمن اللي هو يعني خمس فترات درجات الحاد المزمن دائم، مو شرط، احيانا الحاد بحالات نادره بتحول لمزمن. القصور الكلوي المزمن هو اذيه غير قابله للتراجع، تصنف لخمس مراحل. نحن بس صرنا باي مرحله منه ما عاد نرجع للي قبلها. بنعتمد فيها بتصنيفه على شيء اسمه تصفيه الكرياتينين، اللي هو الطبيعي عند الانسان بحدود حوالي من 80 ل 120 ملي بالدقيقه. كل ما نزلنا 30 ملي بننتقل للمرحله اللي بعدها، بنوصل لحتى نوصل المرحله الاخيره اللي هي الخامسه، اللي هي القصور الكلوي الانتهائي. هون بيكون قدامنا خيارين، يا تنقيه الدم او ما يعرف بغسيل الكليه او زرع الكليه. طب شو اسبابه دكتور؟ تمام، كنا هلا حنقول اسبابه. اهم اسبابه خلينا نحكي عنها بسوريا حسب الاحصائيات الموجوده، هو الداء السكري بالترتيب، طبعا داء السكري، ارتفاع التوتر الشرياني او ما يعرف بالضغط، الحصيات الكلويه، الاستخدام العشوائي للادويه خاصه المسكنات، خاصه من زمره مضادات الالتهاب غير الستيرويديه اللي معروفه بديكلون وبروفين وهدول القصص، واخر شيء الامراض الكلويه بالخاصه اللي هي بنسميها الامراض الكبيه الكلويه، اللي بتكون معظمها نتيجه اضطراب مناعي بالجسم بالكليه نتيجه مهاجمه الاضداد لخلايا الكلية بحد ذاتها. هلا هذا أندر الأنواع، نوعا ما دقيق، يعني دقيق وبده شرح تفصيلي. الأشياء إنه نحن عندنا هون داء السكري. ليش داء السكري؟ لأنه هو بحد ذاته مؤذي للكلية، ارتفاع سكر الدم، بس اللي عم يخليه ببلدنا يطور قصور كلوي هو الإهمال. يعني إهمال داء السكري، إهمال الضغط، نوصل لمرحلة إنه نحن وصلنا لأذية كلوية، وعادة الأذية الكلوية بتكتشف بالصدفة. يعني أثناء إجراء تحليل روتيني بيقول له الدكتور إنه أنت عندك مرتفعين أرقام الكلية، فبيراجعنا. كمان بنرجع بنقول ليش؟ لأني نحن لما بنقول لمريض أنت عندك مثلا سكري أو ضغط أو مرض كلوي، ما بيتأقلم دغري مع مشكلته، بلش بمرحلة انه انا بدي انكر المشكلة. نعم. انا مثلا ما عندي هيك، نظم حياتي، رح اغير، رح بس تشخصنا نحن مرض معين لازم نحاول نتعايش معه، نتجاوز خلينا نقول الخمس مراحل الاساسية لتلقي الخبر السيء او الصدمة، اللي هي اول مرحلة مرحلة الانكار، الثانية الغضب، الثالثة الاكتئاب، لنوصل لمرحلة التفاوض، والمرحلة الأخيرة هي التعايش مع المرض والقبول فيه. هلا نحن ببلدنا أول ثلاث مراحل كثير بيطولوا. يعني الإنكار بتاخذ له شيء سنتين ثلاثة. الغضب بياخذ له شيء مثلا سنتين. والاكتئاب والاكتئاب بيروح عمر بيجوز. بيروح إلى الوقت ما نحن بنجي للمرحلة الأخيرة إنه دكتور شو بدي أعمل؟ بكون إنه كثير أخذنا اختلاطات وكثير وصلنا لمرحلة متأخرة. هذا اللي السبب اللي بخلي ببلدنا انه هاي الامراض عم تطور قصور كلوي. يمكن العامل النفسي هو له دور كتير كبير. خلينا نحكي عن المريض يلي عنده قصور كلوي،
كيف حياته بدها تكون؟ هي حياته أكيد ما رح تكون طبيعية، غذاؤه ما رح يكون طبيعي، الانتباه التام، ويمكن رح يجي يمكن نوبات بين فترة والتانية. خلينا نحكي كيف الحياة لازم تكون طبيعية والاهتمام بالغذاء والصحة أيضا. تمام، هلأ إذا تشخص المرض بالمراحل الأولى والتانية نوعا ما الحياة كتير أقرب للطبيعي، يعني هي شوية تعليمات، شوية فحوص دورية، الحمية هون ما بتكون شديدة، ما بتكون مركزة، الانتباه للمعالجات الدوائية الثانية، انه مثلا اذا شخصنا له انت عندك قصور كلوي مرحلة اولى وثانية، صار عنده انتان تنفسي او قريب او شيء، يفضل اي دواء بده ياخده يراجع طبيب الكلية. اوكي. المراحل الثالثة والرابعة والخامسة هون بتبلش تدخل الحمية، اللي اهمها هي حمية بروتينات النباتية وعلى رأس البقوليات، نعددهم بسرعة، الفول، العدس، الحمص، بازاليا، الفاصوليا، انه هون هدول نوعا ما لازم نخفف منهم. نوبات بتجي بالقصور مزمن، بنسميها نوبات قصور حاد على مزمن، يعني هو عنده مزمن، صار عنده مثلا اسهال، اقياء، خسر سوائل، فبيكون مثلا كرياتينينه بال 1.5 2 فجاه صار 6، احيانا بيحتاج بمرحله من المراحل انه يعمل كم جلسه تنقيه ترجع الكليه. فهي بتصفي اكثر منها انه انتباه ومراجعات دوريه. دكتور خلينا نحكي لك عن آلية العلاج، وإمتى بيلجأ المريض أو الطبيب حتى لزراعة الكلى؟ آلية العلاج نحن مثل ما قلنا هنا خمس مراحل، بتختلف حسب كل مرحلة. بالمراحل المرحلة الأولى والثانية ذكرناهم هلأ بسرعة، بالمراحل الثالثة رابعة خامسة بنبلش بندخل المعالجة التعويضية، بتطرب عنا نحن الكالسيوم، بينزل مستوى بالدم نتيجة انه الكلية بتنقص، حكينا انه هي بتحول في فيتامين دي من لشكله الفعال، فمنضيف الكالسيوم بأدوية المريض، منضيف الحديد، لأن كمان قلنا احنا هي الكلية بتفرز مادة إيرتروبيوتين بتدخل بتكوين الخضاب، ببلش المريض بيعاني من فقر دم فمندخل له الحديد، بالإضافة للمعالجات المرض الأصلي، يعني إذا كان مريض سكري في أدوية ما بتمشي مع القصور الكلوي، مريض ضغط بنعدل له ادويته، كمان في ادويه ما بتمشي مع القصور الكلوي. اذا وصلنا للمرحله الاخيره هي مرحله القصور الكلوي الانتهائي او مرحله بدء التدقيه الدمويه او ما يعرف بغسيل الكليه، هون بنبلش تنقيه بمعدل جلستين اسبوعيا مع حميه خاصه، وبيصفي عنا خيار تاني هو خيار زرع الكلية حسب كل حالة بحد ذاتها. نعم، هذا الخيار يعني الله يبعده عن الكل، وإن شاء الله هيك الكل بيشفى. ولكن خلينا شوي نحكي ونوضح عن زراعة الكلية. عم نشوف عمليات ناجحة عم تقوم بسوريا. تمام. وعم يبدعوا فيها الأطباء. تمام. السوريين، خلينا نحكي ونعرف شو هي العملية من بعد ما وصلنا لهي المرحلة. انه بدنا نعمل عملية، شو هي الاجراءات يلي بناخدها وشو هي الفحوصات؟ رح نذكر انه كان في اهتمام كتير بزراعة الاعضاء من الدولة السورية، صدر مرسوم خاص فيها. نعم. لتتنظم حسب المشاكل التابعة للدولة، كان مؤسسات وزارة الصحة او كانوا بالتعليم العالي. هذا الموضوع نظم زرع الكلية وخلى عملية الزرع هي عملية انتخابية، يعني ما بيمرق المريض انه مثلا انه انا بدي ازرع كلية، يلا تفضل. بيندرس دراسة من قبل لجنة خاصة للمتبرع والآخذ. العمليات نسبة نجاحها كتير قريبة من النسب العالمية، طبعا مع بعض الاختلافات اللي موجودة دائما. زرع الكلية بيحقق حياة كتير حلوة، بيغير الكواليتي اوف لايف للمريض، يعني بين ما يكون معتمد على جهاز تنقية بين ما صار انه هو عنده كلية وعايش حياته، بتحسن نفسيته، بتحسن علاقته مع المجتمع. نحن مهم انه هون ينتبه لكلية المزروعة، يعني ما يرجع لعاداته السيئة اللي خلت اللي يصير عنده القصور الكلوي الاساسي. في حال مريض السكري نحن زرعنا كلية بس ما عالجنا السكر، لازم نعالج السكر، فانت لازم بقى تنتبه تضبط سكرك. اذا كان سببك الضغط، عادة اكثر شيء عم يكونوا مترافقين مع بعضهم بحالات كثيرة السكري مع الضغط. فلذلك نحن قبل الزرع بنصور المريض هو على جهاز تحال، نحتفظ بهالصورة بغرفتك بعد ما تزرع وانتبه عليها عشان تعرف انه انت زارع جوهرة ببطنك. طب دكتور، في اجراءات كمان لزراعة الكلى، توافق مثلا نسبة الدم اذا توافقت مع جسم المريض، كيف اول فترة ممكن اللي زارع كلية ممكن يتأقلم شوي شوي؟ خلينا نحكي عن هذه الاجراءات.
بداية الزرع والتوافق هي من زمرة الدم، مثل ما لازم يكون حدا قريب من المريض او من اهله ولا ما دخل؟ نحن بنفضل يكون متبرع قريب، بس في عندنا بعد زمرة الدم لهذا الموضوع هو دراسة أنسجة المتبرع والآخذ. هي علامة من ستين، نحن عندنا 2 من 6 كافية لإجراء الزرع او توافق 2 من 6 بين المتبرع والآخذ. هي القصة يعني بندرس بعدين دراسات تانية، في عنا استشارات خاصة بكل بالمتبرع وبالآخذ، يعني دراسة تفصيلية. نحن المتبرع بنعمل له تصوير للشرايين رمضان للكلية، ونشوف أنه كلية عنده عم تشتغل أحسن، ما بناخذها نترك له إياها. أوكي. ناخذ الكلية الأقل تصفيات، طبعا هن بتكون فروقات بسيطة، بس يعني هيك الأزبط له، يعني مع أنه هو ما بيأثر عليه المتبرع. يعني تبرع بالكلية نحن ما نوع عملية تؤثر سلبيا على المتبرع، يعني هو بيعيش حياته بشكل طبيعي وكأنه بكليتين، لأن كليته الثانية بتعاود وبتتضخم. نعم دكتور، خلينا نحكي أكثر عن يمكن الأعمار المناسبة لا يمكن زراعة الكلى، يمكن يعني عمر المريض، عمر المريض عن زرع الكلى تماما، عمر المناسب. يعني يمكن كتير في عالم بيقولوا عمهل شوي ما بيصير هلا، او في كتير اشاعات يمكن بتطلع بخصوص زراعة الكلى والاعمار. تمام. العمر ببلش من منذ الولادة، فينا نقول بعد ما يوصل وزن الطفل ل 10 كيلوغرام ومشخص عنده قصور كلوي فينا نبلش له بزرع كلية، بتنزرع بالبطن هون. بس يوصل ل 30 كيلوغرام بتنزرع بالحوض الكلية. بالنسبة للأعمار الأكبر ما بيصفي إنه في عمر معين، بيصفي شو عنا الاختلاطات المرافقة. يعني مثلا مريض فوق 60 سنة مع وظيفة قلب جيدة بنزرع له، غير مريض بجوز يكون عمره بال40-50 وظيفة قلب متدنية، بتصير هون نوعا ما الزرع حرج. بالإضافة للمرض الأساسي المسبب، يعني نحن في أمراض مثل الأوكزالوز، هذا مرض مضاد استصباب للزرع نهائيا، يعني هو خلاص مريض بده يعيش على التنقية. فبنرجع بنقول إنه يعني زرع الكلية مثل الحب، ما بيعرف عمر. الله حلو، يشجع كل المرضى يزرعوا. خلينا نحكي يا دكتور، يعني أنت حكيت عن أشياء أو مؤشرات لازم كل حدا ينتبه عليها، هي الفيتامين د، خضاب الدم، فقر الدم، حتى انه ياخذوا دواء بدون وصفه طبيب، هي اللي كثير شائعه انه الصيدليه كل حدا هو صيدليه بحد ذاته ما بيراجع طبيب مختص. فقد ايه هدول العادات الخاطئه ممكن تاثر على عمل الكلى؟ حكيتي اول شيء انه الانتباه لفيتامين دي، فيتامين دي هو ما هو سبب، هو نتيجه للقصور الكلوي. خلينا نحن نقول انه كيف نكشف المرض الكلوي بمراحل مبكره. تمام. اذا كان عندنا اي عامل خطوره، كان داء سكري او ارتفاع توتر شرياني او حصيات كلويه خلينا نقول مهمله، يعني مرضى الحصيات هلا بلشوا يلمسوا على راسه، يعني لا اذا كانت مهمله فاهم شيء انه نحن نضبطها هون ونعمل تحاليل دورية. يعني بقول لك انه انا ما عم حس، بفكر الشخص انه مريض السكري انه انا ما عندي لا وجع بخاصرتي وعم بول منيح واموري تمام، يعني ما عندي مشكلة كلوية، بس انت عندك سكري لازم تشيك عليه. تمام. لان هي الكلية كما بنقول انه هي عضو عنده عزة نفس، يعني ما بيصرخ غير بالمراحل الاخيرة ليعبر عن حاله. يعني الالم هو بالعكس لما بيكون الم بحالات خاصه، هي حالات الحصيات، هي حالات لما بيكون في الم نحن انه بتمرق عاديه، بس في اعراض هلا انه اصفرار او كذا ابدا ما في. ممكن نوصل لمرحله كثير مرضى باعمار الشباب بقول لك انه انا من يومين كنت بشغلي انه تعبت فجاه، عم يعملوا لي تحاليل اكتشفوا عندي قصور كليه، واحيانا اعمال مجهده بتكون ويكتشف في مراحل متأخرة. فلذلك نرجع للبداية إنه خلينا إذا عنا عامل خطورة على الأقل مرة بالسنة نشيك بتحاليل روتينية وبإيكو للكلية. نعم. وننتبه طبعا مثل ما قلتي على المعالجات العشوائية اللي دكتور على رأس المسكينات. بيقولوا يمكن شرب الماء كتير منيح للكلى، فهاي هي المقولة الصحيحة؟ السوائل والماء الكلية هي أو الانتباه لنوعية المي اللي عم تشربها هي أحسن. خلينا نقول في شيء إنه انتباه نوعية المي، بس مو شرب المي الزائد، شرب المي إنه أنا ما أنسى أشرب.
يعني بالأعمار الشباب مركز عطش بالدماغ لحاله بينظم هاي العملية. يعني خلص حسينا بالعطش شربنا، بس مو انه اذا شفت انا مي يلا اذا شربت بفيد كليتي، لا ما انا هيك، لان الكليه راح تتخلص من الفائض من السوائل خلال ساعتين يكون طرحت الفائض بالسوائل. فخلينا نقول ننتبه لانه ما يصير عندنا تجفاف، يعني بحالات خاصه الاضطرابات الهضميه الاقياء او الاسهال بنخسر سوائل. اوكي لو نحن ما عندنا اي شيء نهائيا ولا اي عامل خطوره، ممكن تصير عندنا درجه من القصور الحاد هون. فتعويض السوائل بحالات اللي بتعرضنا لنقص السوائل، خاصة مثلا كمان حالات بالصيف التعرض للشمس، الاستجمام على البحر، الجنب كانية مي وانت عم شمس. جد لازم. دكتور نحن كتير بدنا نشكرك، ويمكن الله يبعد جميع الأمراض عن كل الناس، بس أهم شيء يديروا بالهم. نحن اكيد مهمتنا ومهمه حضرتك انه نحن نضوي على تفاصيل الامراض مشان نحن نبتعد عنها ونكون اكثر توعيه. هي الكليه مثل ما بقولوا او اي مرض هو مسؤوليه الشخص بحد ذاته قبل ما يكون مسؤوليه الطبيب. نعم انا دائما بقول انه يعني كلياتنا خلينا ندير بالنا على كلياتنا. اوكي هي مسؤولية شخصية. هي نصيحة من طبيب مختص، ودائما رسالتنا أنه كل شخص عنده أي عارض دائما يراجع الطبيب المختص بشكل دوري. شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات. شكرا لك.